أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من التداعيات الاقتصادية على قرار قطع البحرين والسعودية والإمارات العلاقات مع دولة قطر، حيث أعلن طيران الخليج النقل الوطني للمملكة توقف رحلاتها بين البحرين ومطار حمد الدولي بالدوحة، وذلك اعتبارا من 5 من يونيو الجاري وحتى إشعار آخر. وعبر طيران الخليج في بيان عن أسفها لأي إزعاج تسبب به قرار وقف الرحلات، حيث قامت الناقلة بتخصيص فريق من مركز اتصالها الدولي للاتصال بالمسافرين المتأثرين بهذا القرار ومناقشة خياراتهم البديلة، بما في ذلك استرجاع المبالغ المدفوعة للتذاكر غير المستعملة وإعادة حجز التذاكر إلى أقرب الوجهات البديلة لطيران الخليج. ومتابعة للتداعيات الاقتصادية على هذا القرار داخل قطر، حيث نزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس، بعد أن قطعت البحرين والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع قطر، كما هبطت بورصة قطر هبوطا حادا بنسبة 7.6% بمقدار 781 نقطة، كما وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريد ووب إلى 99 سنتا للدولار، وذلك بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل. إلى ذلك قال أحد كبيري المحللين لدى وكالة موديز إنفستفور سيرفس للتصنيفات الائتمانية في تصريحات لرويترز أن الوكالة قلقة من أن قطع العلاقات بين قطر ودول أخرى في المنطقة قد يؤثر على التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. وقال ماتياس فيدبي أنه في ظل إغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية تظهر تصعيدا سلبيا على الناحية الائتمانية، مشيرا إلى القلق من أنه سيكون لذلك أثر ائتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال. وكانت وكالة موديز قد خفضت الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني إلى AA3 من AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة إلى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة. في خبر آخر، خرج المركز العربي الدولي لتنمية رواد الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 36 رائد عمل. وقد أكد وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض أهمية الدور الذي يلعبه المركز العربي الدولي في تأهيل وتخريج أعداد كبيرة من رواد الأعمال الشباب وتنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، وذلك بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ومع تخريج هذه الدفعة الجديدة من رواد الأعمال البحرينيين، تكون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو قد نجحت في تخريج نحو 7000 رائد عمل بمجموع موجودات فاقت المليار دولار وتوفير أكثر من 15000 فرصة عمل. هاي البرنامج مهم بالنسبة للوزارة ومهم بالنسبة للبحرين، اعتبارا ان برنامج يهيئ رواد الأعمال لي يكونون يعني مؤهلين ان يدخلون سوق العمل. طبعا اذا رائد العمل دخل سوق العمل معناته انه هو خلق وظائف وشارك في ولو بنسبة بسيطة في الاقتصاد الوطني. اليوم طبعا نحن فرحين كالعادة بتخريج أربع دفعات من رواد الأعمال. نحن وصلنا الحين للبرنامج رقم 98، وهذا طبعا يعزز مكانة البحرين العالمية في ريادة الأعمال. الأسبوع الماضي أيضا قمنا بإعداد وتنظيم البرنامج في روسيا الاتحادية، وقمنا بتدريب 15 خبير في روسيا في النموذج البحريني لتمكين الشباب وإنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة، وده كان تزامنا مع المنتدى الاقتصادي في سان بيترسبرغ. قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي أنه يتطلع إلى المشاركة في الطرح العام الأولي لأسهم عملاق النفط السعودية أرامكو السعودية. وأضاف الكوهجي في مقابلة أجريت على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي أن الجميع حول العالم يضعون أرامكو نصب أعينهم، والعقل تصيبه الدهشة حين يتحدثون عن الطرح العام الأولي لأرامكو وحجمه. وتعتزم أرامكو السعودية إدراج نحو 5% من أسهمها في عدد
من البورصات العام المقبل بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، مما قد يسفر عن تقييم الشركة بنحو تريليوني دولار. تتجدد كل عام في شهر رمضان المبارك ظاهرة قيام المستهلكين بشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية مع بداية الشهر الفضيل، وذلك خوفا من نفادها من الأسواق. وقد دأبت وزارة التجارة والصناعة والسياحة على طمأنة المستهلكين من توفر هذه السلع طوال الشهر الفضيل والأشهر الأخرى. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي مع الزميل طلال نايف. ازدحام خانق على شراء السلع في جميع الأسواق بمملكة البحرين نتيجة سلوكيات خاطئة ينتهجها البعض من المستهلكين خوفا من نفادي السلع الغذائية والكميات المتواجدة في السوق. على الرغم من طمأنة وزارة التجارة والصناعة والسياحة المستهلكين من توافرها طوال الشهر الفضيل، وهو ما يؤدي إلى إرهاق ميزانية العائلة بسبب عدم التركيز على الضروريات من السلع الغذائية من الاحتياجات اليومية. إن هناك مثل ما تقول عوامل نفسية تخليهم يشترون، فكل أحد بقولهم إنه يعني دائما نقول إحنا الجوع كافر، إيه، فلما يشوف اللي قدامه يبي ياخذه، هو زود عنه، يعني زود عن احتياجاته، لكن مع الأسف دي يعني عوامل خاطئة. لو تشوف السوبر ماركتات تشوف كل واحد يشتري فوق مستلزماته، ياخذ للجاري أو اثنين أو ثلاث عربانات وكلها مليانة كلها بالمواد الغذائية، وهذه طبعا عادات سيئة، يعني ما كانوا أبائنا وأجدادنا يتعاملون بهذا الشيء. التخزين خاصة التخزين يخلي حق التاجر، لا نخلي منازلنا أداة للتخزين، البيوت مو مهيئة لنخزن المواد الغذائية، ناخذ كميات وبعدين تخرب علينا. وللابتعاد عن الإسراف والتبذير، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالله الجيب على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات المقدمة من قبل الأسرة والجمعيات، وأن يكونوا هم قدوة حسنة للأبناء أثناء عملية الشراء للاحتياجات اليومية. مثل هذه التوعية من خلال حقوقنا كمستهلكين، من خلال عدم التبذير، من خلال المدارس والمنهج، لازم يكون في هالأمور هذه. ثاني شيء عقب المدرسة الأسرة، العنصر الثاني الأسرة، فالأسرة هذه طبعا الأب والأم لهم دور كبير في تعليم أبنائهم، وبعدين علموا هم الدور الأكبر أنه ما يجدهم عيالهم يقعدون يسوون بالعكس ما يدعون إليه، يقومون هم يبذرون وعيالهم يشوفونهم في الأسواق، فهذه الياهل يأخذ عادته من أبوه. فيجب على الوالدين أن يكونوا قدوة لأبنائهم. المستهلك الكفو يضع الاستراتيجيات للتسوق أمام نظر عينه ويتسوق ما يلزمه من احتياجات يومية دون إفراط، لعدم الوقوع في أي فخ يضعه البائع له من أجل ملء عينه بالسلعة المتواجدة لديه. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. مبيعات متجر تطبيقات أب ستور وصلت إلى 20 مليار دولار في عام واحد. نواصل النشرة مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاضات متفاوتة باستثناء السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 6960 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.47%، أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4484 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبة 0.3%. أما بالنسبة لأداء
أما بالنسبة لأداء بورصة قطر فقد تكبدت خسائر فادحة بإغلاقها عند مستوى 9202 نقطة بانخفاض كبير بلغت نسبته 7.27%، وذلك بسبب قطع كل من البحرين والسعودية والإمارات للعلاقات الدبلوماسية معها. وبالنسبة لأداء بورصة البحرين فقد أغلقت عند مستوى 1326 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.44%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,357,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 873,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46.5% من القيمة الإجمالية للأسهم.